الحلقة ديالنا من برنامجنا ساعة سعيدة مميزة لسببين. السبب الأول أنه معنا ضيف واحد، والسبب الثاني الضيف شخصيا هو شخصية مميزة بزاف. الضيف اللي معنا قدر أنه هو يكتب جماهيرية في المغرب وفي الوطن العربي من خلال الأغاني ديال الراب، والناس كثيرة اختاتوا كقدوة ليها. رحبوا معايا بمسلم. وعدك وخبى مع سلة فيك دمي بغي يفديك نعاير انا مدح فيك انا مريض وبغي نشفيك نصحوني نهجرك ما عرفت علاش ما قدرتش نخليك ملي فتحت عيني فيك وانا باغي نبغيك وقنعتي طموحي ملي كرهتك وليتي حنيتي رجعتي دويتي جروحي كيما كتسمعيني كسمعك انا تبكي وتنوحي فهميني كيما كان فهمك انا حتى قبل ما تبوحي حكروني ناسك قهروني ظروفك بدموع في عيونك وانا كنشوفك غصتي سيوفك غصتيهم فيا حتى انتي مدمية كنحس بيك خايفة معرفش مني ولا ليا ضميني دفيني في حضنك البارد غير ضميني ولا تخافي مني نغدرك ضميري موصيني انا حبي ليك توري ومتمرد غير عذريني وعديني واخا نموت مسمك فيك دفنيني ضميني وخبارك حضنك غير ضميني 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 ناسك عصابة غاوك كذابة وليتي غابة خانوها ذيابة تموت بحطابة يلي نسي أحبابة ودمهم في نيابة أنا عمري نسيتك حيت وصاني جدي وبابا أنا حبيبك اللي عايش فيك مقهور وقالوا لي هكا تفرقع أنا حبيبك اللي كلها البحر أنا هو حبيبك اللي قطع أنا حبيبك اللي لقاوني غرق في دمي وعرقي مقطع انا حبيبك اللي محبوس اللي في الحريه ما بقيتش نطمع لا مر جرى وفات شحال من حبيبك مات دايما القصه اللي تسلات هي اللي بدات نكرهك ولا نبغيك جاوبيني بكلمات ما بغيتش جوابك كيما دايما دمع وسكات هادي حكايتي غرامي مع ارض احلامي كنموت فيها وكنشوفها تنزف كتموت قدامي بلغوها سلامي من اللي ترش عظامي قولوا لا اسمح لي بغيرتي جرحت بكلامي غير ضميني ضميني وخبارك حضنك غير ضميني ضميني وخبارك حضنك غير ضميني ضميني وخبارك حضنك غير ضميني ضميني وخبارك حضنك